السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة تانية وكمان مع بعضين نشرح منهج اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي من كتاب بيت باي بيت 2024 الفصل الدراسي الأول طبقة إعدادات الوزارة الحديثة. والنهاردة يا ولاد مكملين مع بعضين يونت فور الوحدة الرابعة انتو ذا باست في الماضي، والنهاردة معايا شرح يونت فور ليسون 3 أند 4. النهاردة معانا شرح الوحدة الرابعة، الدرسين التالت والرابع بالتحديد، والفيديو الجاي إن شاء الله يكون معانا حل التدريبات. ليسن 3 ام 4 بيد نمبر 185 صفحه 185 يا اولاد، الدرسين الثالث والرابع. عند الكيف وكاب الكلمات الرئيسيه بيقول لك شيء اوبجكت 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 اوبجكت، يبعد كيب اواي كيب اواي كيب اواي كيب اواي، صلصال كلي 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 كلي، حشره انسكت 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 انسكت، سينت سينت سينت، لعبة اسمها سنت، لعبة مصرية قديمة من أيام الفراعنة تشبه الشطرنج. سنت object object keep away keep away clay clay insect insect sinet sinet، مرآة mirror mirror mirror، خشب wood wood wood، تصميم أو يصمم design design design، والاس بيجيب زر عشان بين حرفين متحركين والايه الجي سايلنت، design design design، مفتوح أو يفتح open open، mirror mirror wood wood design design open open، museum objects أشياء في المتحف، أداة tool 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 tool، vase 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 vase، وعاء أو قدر pot 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 pot، سلطانية أو أواني فخارية باول باول باول، ورق البرد بيبيروس 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 بيبيروس، تول تول فيز فيز، بوت بوت باول باول، بيبيروس 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 بيبيروس، قناع ماسك ماسك ماسك، تمثال او نموذج فيجر فيجر فيجر، خاتم رينج رينج رينج، عقد نيكلاس نيكلاس فيها رقبة نيك عشان ايه بيلبسه حول الرقبة، نيكلاس نيكلاس، عملة معدنية كوين كوين، ماسك ماسك، فيجر فيجر، رينج رينج، نيكلاس نيكلاس، كوين كوين، صفحة على الانترنت يعني يا ولاد، ويب بيج ويب بيج ويب بيج، اوقات العمل opening times opening times opening times، وقت فتح المتحف يعني opening times، سعر price price price، مربع square square square، معدن metal metal metal، مقادير ingredients ingredients ingredients، جرس الباب door bell door bell door bell، معدات equipment equipment equipment، تمثال أو فن النحت sculpture sculpture، اللي هو ايه بيجيب شر sculpture sculpture، نموذج موديل موديل موديل، ذا ميوزيوم اوف اسلاميك ارت، متحف الفن الاسلامي، طبعا ده مكان مشهور في الحروف كلها كابيتال بتاعه البدايه زي ما انتم شايفين كده، ذا ميوزيوم اوف اسلاميك ارت ذا ميوزيوم اوف اسلاميك ارت، ويب بيج ويب بيج، اوبننج تايمز اوبننج تايمز، برايس برايس، سكوير سكوير، ميتال ميتال، انجريدينتس انجريدينتس، دور بيل دور بيل، equipment equipment sculpture sculpture، model model، the museum of islamic art the museum of islamic art، عداء runner runner runner، خلاط mixer mixer mixer، نظارة شمسية sunglasses sunglasses، ستائر curtains curtains curtains، موظف حجز تذاكر ticket officer ticket officer ticket officer، زبون او عميل customer customer customer، ما عدا except except except، مواد كيميائية ومواد كيميائية chemical chemical chemical، ناموسة mosquito mosquito mosquito، يغطي cover cover covered، يخلط mix mix mixed، طلاء او يلون paint paint painted، runner runner mixer mixer، sunglasses sunglasses curtains curtains ticket officer customer customer accept accept chemical chemical mosquito mosquito cover covered mix mixed paint painted.
expressions and prepositions تعبيرات حروف جر هامة. يرد على الهاتف answer the phone answer the phone. يلتقط صورة take a photo take a photo take a photo. يسافر عائلة للوطن travel home travel home. يجعل not يبدو جيد make not look good make not look good. look around يتفقد المكان look around أو يتجول. protect not from يحمي not من protect not from protect يحمي. go into يدخل إلى go into. ما المعروض what's on what's on. في القطار on the train on the train. أقل من 12 عام under 12 under 12. take off يعني يخلع ملابس أو حذاء take off take off. conjugations of irregular verbs تصرفات أفعال غير منتظمة. يتكلف cost 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 زي ما هي ملهاش تصريف cost cost cost. يرسم بالرصاص أو بالجاف draw draw drawn draw draw drawn. يرن ring rang rang ring rang rang. hold يمسك أو يحمل hold held held hold held held. يبعد keep away keep away keep away. يبقى keep away keep away keep away. بعد كده عندي word ال meaning opposite الكلمة ومعناها وعكسها. ضخم huge huge enormous enormous يعني ضخم برضو وعكسهم تيني يعني ضئيل أو صغير. مفتوح open open تساوي unlocked يعني غير مفتوح سوري غير مغلق unlocked. وعكسهم كلمة close مغلق unlocked يعني غير مغلق. شعبي ومحبوب popular تساوي famous مشهور وعكسهم unpopular يعني غير محبوب أو غير معروف. definitions التعريفات كوينز عملات معدنية قال لك a small flat piece of metal هي قطعة نحيفة أو مسطحة من المعدن usually round in shape بتكون ايه مدورة في الشكل. that we use as money بنستخدمها كنقود pieces of money made of metal أجزاء من النقود مصنوعة من المعدن. figure يعني نموذج أو شخص سوري نموذج أو تمثال لشخص. قال لك a picture or model of a person an animal or a sculpture ده عبارة عن صورة لنموذج أو شخص أو حيوان or a sculpture أو إيه بنقول sculpture اللي هو إيه ولاد المنحوتات أو التماثيل. ماسك اللي هو القناع قال لك something people wear to cover or protect their face حاجة الناس بإيه بتلبسها عشان تغطي أو تحمي الوجه. necklace اللي هو علاج ده والقلادة jewelry مجوهرات you wear around your neck ترتديها حول الرقبة. tool اللي هي الأداة a piece of equipment قطعة من جهاز. you can use to make or repair things بنصنع بها الأشياء أو بنصلح بها الأشياء قلنا زي الشاكوش المفك كده. طيب عندنا الفيس قال لك a pot هي قدرة أو إناء use for holding flowers لحفظ الزهور. vase قال لك something برضو معنى تاني which people put flowers in حاجات الناس بتضع جواها الأشياء الزهور or have in their home as a decoration أو يستخدموها في البيت كأي أولاد كديكور أو تزيين. 187 قال لك like أو look like like أو look like. بيقول لك what is somebody أو something like يعني إيه دي بنستخدمها هذه الصيغة الاستفهامية للسؤال عن الرأي في شخص ما. تمام what is somebody or something like. What is your teacher like؟ ما رأيك في معلمك؟ للإجابة عن سؤال تذكر صفة أو وصف عام للشخص ده أو الشيء ده. He is kind and clever. ده طيب وكمان إيه ماهر أو شاطر. طيب. What does someone or something look like؟ عندنا كلمة look like. يبقى look like يا أولاد دي بدي رأيي في الشخص. look like أوصفه بقى. الصفات الشكلية للشخص أو الشيء. صفات شكلية اللي هو الوصف بقى. قال لك what does your teacher look like كيف ايه بشكله عامل ازاي is tall طويل with glasses ونبز نضارة. يبقى لما اسألك بلايك بس معناها ايه رأيك في معلمك look like شكله عامل ازاي. made of وmade from made of قال لك مصنوع من عندما لا تتغير المادة المصنوع منها شيء المادة مش متغيرة. mommy uses sports and pals which are made of strong glass الام بتستخدم الاواني والأوعية which are made of strong glass مصنوعة من الزجاج الايه القوي made of.
ان زجاج شكله مش بيتغير. طيب مصنوع من، قال لك عندما تتغير المادة المصنوع منها شيء. papyrus is a type of paper، ورق البرد ده نوع من الورق. which is made from plants، مصنوع من النباتات. خدت النبات حولت الورق، يبقى انا كده غيرت في شكل المادة. made of و made from، تمام. قال لك be used to be used for، دي معناها يا ولاد يستخدم. لما اجيب تو بعد يوز نجيب بعدها المصدر، لما اجيب فور اجيب بعدها فيرب اي ان جي. يستخدم ليه؟ يقول لك clay was used to make pots for cooking، الصلصال كان يستخدم لصنع الاواني الطهي. used to يجي بعدها مصدر. طيب clay was used for making pots for cooking، لما اجيب used for اجيب فيرب اي ان جي. used to مصدر، used for verb ing بنستخدم او كنا نستخدم الصلصال لصناعة الاواني الطهي. السؤال اللي بعديها، حلو في فيديو ايه الحل. 188 لصوص بقى ايه، القراءة والاستماع. بوي ولد، last Tuesday الثلاث الماضي I went to the museum of Islamic art، زيارة المتحف الفن الاسلامي with my family، مع عيلتي. النهاردة عندي قاعدة اسمها وايل يا ولاد، معناها أثناء. دي بتربط زمانين، ماضي مستمر ماضي بسيط. بتربط زمانين، ماضي مستمر ده ايه، حاجة كانت تحدث في الماضي في وقت معين وقطعها اي حدث قصير، فنجيب ايه الماضي البسيط. يبقى وايل بعدها ماضي مستمر، بنعمله ازاي؟ ووز مع المفرد او وير مع الجمع زائد فيرب اي ان جي. تبقى وايل وي وير ويتنج، عندما كنا منتظرين. تو جو انتو ذا ميوزيوم، دخول المتحف، ايه اللي حصل؟ I saw right to my friend Amir with his mom and dad، رأيت أمير برضو جاي مع مامته وبابا، تمام. الحدث الأطول إن احنا كنا منتظرين لما ندخل المتحف. من بالي جه علينا الحدث القصير إن أمير جه مع مامته وبابا، وبرضو عايز معناها إيه، أثناء تساوي while. my parents were buying، أهو برضو ماضي مستمر. بينما وأثناء والدي بيشتروا التذاكر buying the tickets، أمير and I، أمير وأنا عملنا إيه بقى، decided، قررنا برضه ماضي بسيط أهو. what we wanted to see first، قررنا إيه لما نخش المتحف، إيه الحاجات اللي هنشوفها الأول. طيب أدي while تاني، while we were looking around، عندما كنا نتجول في المتحف the museum، نتجول. إيه اللي حصل؟ أمير and I found، وجدنا some tall doors، بعض الأبواب الإيه الطويلة with amazing designs، اللي عليها تصاميم مذهلة أنظم. طيب they were very interesting، كانت رائعة جدا. so I wanted to، I wanted أفوت، أكون عاوز إيه ألتقط صورة. I put my bag on the floor، وضعت الحقيبة بتاعتي على سطح الأرض، تمام. طيب put ده ماضي بسيط، لما أجيب while في النص يجي قبليها الماضي البسيط وبعدها إيه الماضي المستمر. تبقى I put the bag on the floor، وضعت حقيبتي على الأرض إمتى؟ while I was taking a photo، عندما كنت أثناء التقاط الصورة. We stayed in the museum for 2 hours، قعدنا هناك في المتحف لمدة ساعتين. Before we went home، قبل ما نرجع البيت. While we were traveling، هم واحنا راجعين البيت. أمير phoned me، أمير رن عليا. He had my bag، لما وضع الحقيبة على الأرض عشان ياخد صورة نسي الحقيبة على الأرض ومشي، فأمير إيه جابها له. I left it in the museum، أنا كنت نسيت وتركتها في المتحف. We got home، رجعنا البيت. at hour later، بعدها بساعة. أمير arrived، أمير وصل. أدي قاعدة while يجي قبلها إيه ماضي بسيط. أمير arrived while I was taking off، وأنا كنت بعمل إيه، كنت بخلع إيه my shoes، حذائي. He gave me my bag، وإداني حقيبتي. بعد كده عندي التيكت officer، موظف حجز التذاكر، والكاستمر الزبون. الموظف بيقول good morning سيدي ميوزيوم، معاك متحف المدينة، how can I help you، كيف أستطيع مساعدتك. كاستمر قال له good morning، صباح الخير، can you tell me what times the museum is open، ممكن تقول لي مواعيد فتح المتحف. قال له certainly، بالتأكيد. we open from 9:30 to 6:30 every day، بنفتح كل يوم من 9:30 ل 6:30 except، كل يوم except فرايدي ما عدا يوم الجمعة. we close then، بنقفل ايه في الوقت ده. كاستمر الزبون قال له I'd like to know how much a ticket for 2 adults and 1 child is please، لو سمحت انا عايز اعرف
سعر التذكرة لشخصين كبار أو بالغين وهي معاهم أي طفل؟ قال له of course طبعا بالطبع. adults are 150 pounds الكبار أو البالغين ب 150 جنيه, and the children under 12 الأطفال تحت 12 are 20 20 sorry 75 pounds ب 75 جنيه, بالكبار ب 150 وصغيرين ب 75, نص تذكرة يعني. كاستمر قال له can I buy the tickets at the museum, ممكن اشتري عدد التذكرة داخل الفندق المتحف؟ قال له yes طبعا you can buy them online, كمان ممكن تشتريهم ايه عبر الانترنت. الزبون في الاخر قال له thank you for your help, شكرا على مساعدتك, good bye الى اللقاء او مع السلامة. دي محادثة تليفون 189. بص بقى الحاجات دي من ايه كانت ايه موجودة قديما او حديثا. objects اشياء, قال لك these are made of wood, ده مصنوع من الخشب. دي ولاد ال pieces of a chess, قطع الشطرنج مصنوع من الخشب. people use them to play a game, عشان يلعبوا بيها اللعبة, هي ايه شطرنج chess. these are usually made of plastic, الحاجة دي مصنوعة من البلاستيك عادة. they help to protect your eyes from the sun, بتحمي العين من الشمس. دي sunglasses يعني نظارة شمسية. طيب ايه ده بقى, ده شباك ويندو. these are made of glass or wood, ده مصنوع من الزجاج او الخشب. they help to keep away insects, بنستخدمها علشان ايه نبعد الحشرات, ده ويندو الشباك. ده ولاد مكسر خلاط. this is made of metal or brass and plastic, ده مصنوع من المعدن والبلاستيك. people use it to mix ingredients, الناس بتستخدمه لمزج المقادير. when they are cooking عند الطهي, ده مكسر خلاط. نكمل reading. objects from Egypt past, أشياء من مصر إيه قديما. objects from the past, أشياء من الماضي. can help us to understand what life was like many years ago, الحاجات اللي من الماضي دي الأشياء دي أولاد بتساعدنا في إن إحنا نفهم إزاي كان إيه شكل الحياة في الماضي. they can also show us that we use many of the same objects today, بتوضح لنا كمان إن إحنا بنستخدم معظم الأشياء دي حاليا برضو الآن. in ancient Egypt, في مصر القديمة, many people, كثير من الناس, use the mirrors, بيستخدموا المرايا to help them paint around their eyes, كانوا بيستخدموا مرايا يبصوا فيها عشان ايه يدهنوا او يضعوا الطلاء او الدهان حول العين. this was not just to make them look good, ده ما كانش بس علشان ايه يخليهم شكلهم جميل. the paint, الدهان, helped to protect their eyes, الدهان كان بيساعد عينيهم from the sun, كان بيحمي العين من الشمس. and kept away insects, ويحفظها بعيد عن الايه الحشرات. the mirrors, المرايا, were metal, كانت مصنوعة من المعدن. and had interesting designs, وكان عليها اي او لها اي اشكال او انماط رائعة. قال لك where do you have mirrors in your home, اين توجد المرايا عندك في المنزل. بعدك the ancient Egyptians used pots and pots, القدماء المصريين كانوا بيستخدموا الايه اولاد الاوعية والسلطانيات for making food, لصناعة الطعام. such as bread, زي الخبز. these objects, هذه الاشياء, were made of clay, كانت مصنوعة من ايه الكلي اللي هو الصلصال. which came from the river Nile, اللي كان جاي من نهر النيل, كان بيستخدموا الطمي في صناعة الصلصال. قال لك while some people are mixing ingredients for bread and bowls, بينما كان ايه بعض الناس بيقوموا بمزج مكونات الخبز في البولز في السلطانيات. other people use large stones, كان في ناس بتستخدم احجار كبيره to mix the ingredients, لمزج المقادير in a bowl, في الاناء. قال لك how do we make bread today, ازاي بنصنع الخبز اليوم. ancient Egyptians liked playing games, كانوا بيحبوا يلعبوا الالعاب في مصر القديمه. like سنت, زي لعبه السنت. سنت بوكسز هاف 30 سكويرز, لعبة السنت دي كان عبارة عن ايه صندوق فيه ايه 30 قطعة مربعة. the box is made of wood, والبوكس ده كان مصنوع من الخشب. and is about 3500 years old, عمرها حوالي 3500 سنة. قال لك some people didn't have senate boxes, في بعض الناس ما كانش عندها صندوق بتاعة الألعاب السنت دي, كانوا بيعملوا بقى but they still played the game, كانوا بيلعبوا اللعبة. بيلعبوها ازاي؟ قال لك they draw like sorry زي دروزا سكوير, كانوا بيرسموا المربع on the floor على الأرض, مربعات بتاعة اللعبة على الأرض. what games are popular in Egypt today, اللعبة المشهورة في مصر دلوقتي. ده في فيديو الحل, اكتب على بس الصفحة 190 190.
الصفحة مكررة مرة تانية يا ولاد. لا صفحة تاني. 191 191. بعد كده بقى عندنا اللانجوج اللي هو الجرامر بتاع الدرسين، سهل جدا. عندي المودل المستمر سباس كونتينوس تنس، انا شرحته واحنا بنقرا النهارده، اللي هو الووز مع المفرد والوير مع الجمع زي الفيرب اي ان جي. اي ضمير مفرد ياخد ووز وفيرب اي ان جي، والجمع كله ياخد وير واي ان جي. يعني الاي والهي والشي والات كلهم مفرد خدوا مني والات خدوا ووز، والوي والزي والي عشان جمع خدوا مين خدوا وير وفيرب اي ان جي. اي تبقى I was reading all the morning، أنا أقرأ طول الصباح. They were traveling for a long time، they خدت وير وفي الباي إن جي كانوا مسافرين for a long time لوقت طويل. 192 192 بيقول لك لما أحب أنفي بقى أنفي الوز بوزنت وأنفي الوير بورنت، وبرضه فعل أي إن جي عادي جدا. تمام، يبقى بنفي بوزنت وبنفي بورنت وفعل أي إن جي. They weren't doing anything at that time، ما كانوش بيعملوا أي حاجة في الوقت ده. طب لما أحب أسأل سؤال أبدأ بكلمة الاستفهام والأفعال المساعدة موجودة عندي اللي هي الوز والوير عادي جدا، وبعد كده فيرب أي إن جي على حسب الفعل اللي عندي. Were you studying، هل كنت تدرس؟ ده لو هسأل السؤال بيس أور نو، نعم أو لا. Were you studying when your mother called you، هل كنت تذاكر لمامتك بتنادي عليك؟ لو أيوه يس أي واز، لا أنا أي وزنت. طيب what were علي doing when you saw him، علي كان بيعمل ايه لما انت شفته مثلا؟ ايه هي was مثلا studying، كان بيذاكر. بنستخدم الماضي المستمر في ايه؟ يستخدم زي الماضي المستمر للتعبير عن حدث كان مستمرا في الحدوث اثناء توقيت محدد في الماضي، في وقت معين في الماضي. I was waiting for the match، انا كنت منتظر مباراة الستارت ان هي تبدأ at 8 last night، بالأمس أو الليلة الماضية الساعة 8 كنت منتظر بدء المباراة. الاستخدام التاني بنستخدمه للتعبير عن حدث طويل كان مستمر في الحدوث عندما قطعه أي أو وقع أثناء حدوثه حدث أي آخر قصير. يبقى كان في حدث طويل مستمر قطعه حدث قصير. الحدث الطويل بنعبر عنه بالماضي المستمر، والقصير بيكون إيه؟ بيكون ماضي بسيط. الحدث المستمر الطويل ايه؟ ماضي مستمر، والحدث القصير ماضي بسيط. تقول لي بقى النهارده عندي قاعده ولي نشرح احنا بنقرا الدرس، بيقول لك وايل يجي بعدها ماضي مستمر، اي تاخد ووز. وايل اي ووز ريدنج اثناء القراءه وايه وانا كنت بقرا، ستوري قصه ايه اللي حصل؟ ذا تليفون رن، جه تليفون رن. الحدث الطويل ان انا ايه كنت ما زلت ايه مستمر في القراءه، والتليفون رن وخلاص وسكت. فالحدث الاطول القراءه، والحدث القصير ان التليفون رن. التعبير عن فكرة الحدث الطويل المستمر والحدث القصير الذي وقع أثناءه أو قطعه في الماضي بنستخدم الرابط التالية، تعالى أو الرابط معانا while أو just as أو as. تمام، بنستخدمهم يجوا بعديهم الحدث الطويل الماضي مستمر وبعد كده الماضي البسيط. as or while we were walking into the museum، وإحنا ماشيين في المتحف اللي حصل؟ we saw some huge statues، رأينا تماثيل إيه ضخمة. طيب عندي بقى عكس وايل واز وجاس از وين، يجي بعدها الماضي البسيط والزمن التاني والماضي الايه المستمر. تمام، وين ماضي بسيط ماضي مستمر. وين منى في الاسليب، لما منى نامت او منى نامت ها شي ووز واتشينج تي في، هي كانت بتشاهد التلفزيون. يبقى الحدث اللي يجي بعد وين ماضي بسيط والزمن التاني ماضي مستمر، لكن وايل لازق فيها مين؟ اللي بيلزق فيها البسيط اللي بيلزق فيها مين؟ الطويل. يستخدم الماضي للتعبير او الماضي المستمر للتعبير عن حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت، عادي حدثين مستمرين طوال، فاجيب وايل او از او جاست از ماضي مستمر ماضي مستمر. وايل اي واز هافينج لانش، وانا بتغدى اتناول الغداء. ماي سيستر واز واتشينج تي في، اختي كانت قاعده جنبي تتفرج على التلفزيون. ده حدث مستمر وده حدث مستمر، يبقى ماضي مستمر ماضي مستمر. 193 وايل زي الفيرب اي ان جي، لو ما عنديش فاعل عادي جدا يمكن ان ياتي بعد وايل فعل مضاف لاي ان دي، بشرط ان يكون فعل الجملتين واحد. وايل ووكينج ان ذا ستريت، اثناء المشي في الشارع. وي ميت ان اولد فريند، قابلنا صديق ايه قديم. وايل بلينج اثناء اللعب. اي سكورد ان اميزنج جول، احرزت ايه هدف رائع. تمام، بعد كده قال لك ايه during اثناء
يجي بعدها اي نعم. تأتي ديورينج مكان وايل ولكن يأتي بعدها الاسم. ديورينج ذا ناين أثناء الليل. It rained heavily كانت تمطر بغزارة. يبقى ديورينج يبقى يجي بعدها ولاد اسم. تمام. ده طبعا هنحله مع بعضنا في فيديو الحل 194. One hundred ninety five. في بس كده جزء عايزة ايه اقوله معاك. وسبيكينج اللي هي مرة التحدث دي اخر حاجة في فيديو الشرح. يقولك asking for information on the telephone طلب معلومات في الهاتف. بيقولك hello how can I help you هل يمكنني مساعدتك. قاله hello can you tell me اسأل بقى على اي حاجة. تمام. مواعيد فتح المتحف اي حاجة زي ما خدنا في الدرس. طبعا هيرد لما حد ايه اقول له ممكن اسالك كذا يقول لي ايه سيرت اللي بالتاكيد او اوف كورس بالطبع ايه سي نوت. I'd like to know what time انا عايز اعرف الساعه كام. او can I buy نوت. في النهايه بعد ايه ما اخد المعلومات اللي انا عايز اقول له ايه thank you for your help شكرا على مساعدتك. كده يا ولاد وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. انتهينا من شرح الدرسين التالت والرابع من الوحده الرابعه into the past من كتاب بيت للصف السنه الاعدادي. الفيديو الجاي ان شاء الله معانا فيديو الحل. وفي وقت ايه ما انا بنزل على القناه فيديو الشرح بيكون بعديه في نفس الايه التوقيت على طول فيديو الحل. بينزلوا مع بعض في نفس الوقت يا اولاد علشان ما يكون ايش ما يكونوش بعيد عن بعض. بنزل الشرح بعد الحل على طول. انتظرونا ان شاء الله. بذكركم ان انا بشرح من المعاصر وكمان كتاب بيت. اي حاجه محتاجينها موجوده في قناه تشغيل الصف السنه الاعدادي. بتمنى لكم نجاح وبر والتوفيق باذن الله. كانت معكم ميس هبه رجب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.